اهلا بكم ونشره جديده من فرايتي المصري اليوم. النهارده بنقدم نشرتنا بالتزامن مع انطلاق الدوره الرابعه لمهرجان الجونه السينمائي، وعشان كده نشرتنا كلها هتبقى مركزه بس على اخبار الجونه، ايه الاستعدادات، مين المكرمين، مين الضيوف، وايه ابرز الافلام. قبل ما نروح على فقره الاخبار عايز اقول لكم ان دوره مهرجان الجونه السنه دي تعتبر دوره استثنائيه بكل المقاييس، عشان طبعا ظروف كورونا اللي انتشر في العالم كله واللي اثر على كتير من المهرجانات اللي اضطرت تلغي دورتها. مهرجان الجونه واحد من المهرجانات اللي اصر على انه يعمل الدوره باجراءات احترازيه كبيره جدا، زي مهرجان فينيسيا ومهرجان سان سيبستيان. ومهرجان الجونه بيعتبر المهرجان الاول في الشرق الاوسط اللي بتقام دورته السنه دي في ظل انتشار فيروس كورونا. اول خبر معانا النهارده بيخص حفل الافتتاح واللي هيقام لاول مره في مركز الجونه للمؤتمرات والثقافه، هذا المولود العملاق اللي انشئ تقريبا من اجل المهرجان. وستقدم حفل الافتتاح اللبنانيه هيلدا خليفه اللي وصلت مصر تقريبا من يومين وبدات بالفعل في اجراء البروفات. هيلدا عبرت عن سعادتها بمشاركتها في المهرجان هذا العام وقالت انها فرصه كبيره بالنسبه لها انها تبقى موجوده في مصر وانها تشارك في مهرجان الجونه. الخبر الثاني اللي معانا النهارده بيخص فيلم الافتتاح، وهو الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره للمخرجه كوثر بن هنيه. الفيلم ده بيعتبر من ابناء المهرجان، خاصه انه حاز على دعم من منصه الجونه في دورته الثانيه. الفيلم عرض لاول مره عالميا في الدوره اللي فاتت لمهرجان فينيسيا، ويعتبر عرضه في مهرجان الجونه المره دي هو العرض الاول ليه في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا. الخبر اللي معانا دلوقتي بيخص النجمه منى شلبي واللي تاكد مشاركتها في مهرجان الجونه هذا العام، وده من خلال ندوه تحت عنوان تمكين المراه في السينما، وده اللي هيشارك فيها برضه الاعلاميه رايا براشد والنجمه الهنديه ريتشارد شادا. الخبر اللي معانا دلوقتي بيخص رئيس لجنه تحكيم المسابقه الروائيه الطويله، وهو المخرج البريطاني بيتر ويبر اللي قدم مؤخرا مسلسل ممالك النار اللي حقق نجاح كبير على المستوى النقدي والمستوى الجماهيري، وكان بيشارك في بطولته النجم الكبير خالد النبوي. اللجنه السنه دي هيكون فيها آسر ياسين، وهيكون فيها المخرج السوداني امجد ابو العلاء اللي قدم نجاح السنه اللي فاتت كبير بمسلسل ستموت في العشرين. اما بخصوص الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذها المهرجان في هذه الدوره، فهو اتخذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه. اول حاجه في اشراف كامل من وزاره الصحه على الدوره، يعني كل سنه الدوره بتقام تحت اشراف وزاره الثقافه، السنه دي في اشراف لوزاره الصحه وفي اشراف كمان لوزاره التعاون الدولي. الحاجة التانية كمان ان المهرجان عمل مستشفى عزل جوه الجونة نفسها، يعني لو اي ضيف حصل له اي مشكلة يقدر يخش مستشفى العزل، ما ممنوع يخرج بره، مفيش، هي تقريبا هتبقى الجونة كلها مكان عزل، يعني مفيش اي مشكلة من الناحية ديت. الحاجة التالتة المهرجان وفر اقنعة، وفر كل الوسائل اللي تحمي الضيوف بتاعته طول فترة المهرجان. الحاجة الرابعة ان في فعاليات كتير جدا هتقام اونلاين، يعني لو انا كمان حتى عايز احجز اونلاين، لو انا عايز احضر ندوه في ندوات كتير جدا هتقام اونلاين، يعني حاولوا قدر المستطاع ان هم يوفروا كل سبل السلامه والامان للضيوف. كمان في حفل الافتتاح والختام وضعوا مقاعد منفصله بين الضيوف عشان برضو معدلات الامان، يعني المهرجان خد كل الاجراءات الاحترازيه الممكنه واللي اتخذتها حتى جميع مهرجانات العالم عشان توفر كل سبل الامان للضيوف. ودلوقتي هننتقل لفقره الجونه في ارقام. 65 فيلم هم عدد الافلام المشاركه تقريبا في الدوره الحاليه، اما الافلام المصريه فهيبقوا تقريبا فيلمين. اما بالنسبه للمشاريع اللي هتشارك في منطلق الجونه السنه دي هيبقوا 18 فيلم او 18 مشروع، منهم 12 ما قبل الانتاج و6 ما بعد الانتاج. اما بالنسبه للعروض العالميه الاولى فهو فيلم واحد. اما بالنسبه للدول المشاركه فهم تقريبا 42 دوله. 240 الف دولار دول قيمه الدعم اللي هيتقدم لافلام المنصه. اما بالنسبه للافلام الفايزه فتقريبا قيمه الجوائز حوالي 224 الف دولار. ودلوقتي هننتقل لفقره المكرمين. المهرجان السنه دي هيكرم 4 من نجوم السينما اللي كان لهم تاثير واضح كبير جدا في عالم السينما، منهم 2 من مصر ومنهم 2 من بره. وبالنسبه للمكرمين من مصر بياتي النجم خالد الصاوي اللي قدم علامات في السينما في الفتره الاخيره، نقدر نقول منها الفرح، ممكن نقول عماره يعقوبيان، الفيل الازرق، اولاد رزق، وكتير من الافلام الناجحه اللي في مسيرته. كمان الدوره ديت ستشهد تكريم مهندس الديكور الكبير انس ابو سيف اللي كان ليه نجاحات كبيره جدا مع كبار المخرجين، منهم المخرج يوسف شاهين والمخرج داوود عبد السيد اللي عمل له رائعته الكتكات، وعمل كمان ارض الخوف، وعمل مع يوسف شاهين اسكندريه كمان وكمان، وعمل مع رضوان الكاشف سرق الفرح، وعمل مجموعه كبيره جدا من الافلام اللي هتظل علامات في تاريخ السينما المصريه. وعلى المستوى العالمي هيتم تكريم النجم الفرنسي جيرارد ديبارديو، وهو احد عمالقه السينما الفرنسيه اللي حاصل على جائزه سيزر مرتين. حقيقي من اول ما ذكر اسم جيرارد ديبارديو الناس كتير جدا هجموا المهرجان او اعترضوا على تكريمه باعتباره بيدعم الكيان الصهيوني،
لكن الحقيقة إدارة المهرجان وجدت أن كل دوت مجرد كلام وأنه مفيش أي حاجة ثبتت على هذا الممثل، وعشان كده استمرت في تكريمه في هذه الدورة. وهننتقل دلوقتي لفقرة المحاضرات. المهرجان في دورته الجديدة هيقدم 3 محاضرات. المحاضرة الأولى مع الممثل الهندي علي فازال اللي هيتحدث عن تجربته العالمية وإزاي نقدر نخرج من المحلية للإطار العالمي. أما المحاضرة الثانية هتبقى تحت عنوان كيف تحكي قصتك بصريا، ودي اللي هيحاضر فيها مدير التصوير أحمد المرسي. المحاضرة الثالثة والأخيرة في المهرجان واللي هيحاضرها كريستوفر ماك، وهو أحد المطورين في شركة نتفليكس، وهو اللي هيركز في المحاضرة بتاعته على إزاي نقدر نطور القصة بتاعتنا وتبقى مناسبة للإنتاج في الشبكات والمنصات المختلفة. ودلوقتي هننتقل مع بعض لفقرة الأفلام، وهي الفقرة اللي الكل بينتظرها ودايما كله بيسأل في أي مهرجان إيه الأفلام اللي هتتعرض، إيه أهم الأفلام اللي ممكن نشوفها. أسئلة كتير وكلها بتخص الأفلام اللي مهتمين عموما بعالم السينما. هنبدأ دلوقتي بالفيلمين المصريين اللي هيشاركوا في المهرجان، وهم فيلمين قصيرين. الفيلم الأولاني هو فيلم 16، وده الفيلم اللي كان هيمثل مصر السنة دي في مهرجان كان السينمائي، ويعتبر هو أول فيلم مصري يشارك في المسابقة الرسمية القصيرة بمهرجان كان. الفيلم عرض مؤخرا في العديد من المهرجانات، وهو بيحكي قصة شاب بيواجه رحلة صعبة جدا للوصول لحبيبته بعد فراق دام 82 يوما. الفيلم المصري الثاني اللي هيشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السنة دي تحت عنوان الخد الأخر، وهو بيحكي قصة أب بتتعرض ابنته لهجوم شرس من كلب الجيران، وبيتألم الأب لما بيسمع شائعات بأن ابنته هي التي استفزت الكلب. الأب بيعيش في صراع بين الانتقام لبنته وبين أنه يعيش حياة أكثر هدوءا، وفي النهاية ما بيلاقيش قدامه غير أنه يفرغ شحنة غضبه في وجه المعتدي. برضو من الأفلام المنتظرة اللي هيعرضها المهرجان في دورته الجديدة هو فيلم الأسترالي حارس الذهب، وهو بيشهد أول تجربة عالمية لأحمد مالك في السينما. والفيلم عرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة بيعرضه لأول مرة في الشرق الأوسط وفي أوروبا. ايضا من الافلام المنتظره في الجونه السينمائي في هذه الدوره هو فيلم الافتتاح، الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره. والفيلم عرض لاول مره في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو اول فيلم يشهد مشاركه النجمه العالميه مونيكا بيلوتشي اللي تقدم لها دعوه بالفعل عشان تشوفه وسط الجمهور المصري في حفل الافتتاح. وعايز اقول لكم ان مونيكا بيلوتشي احتمال كبير جدا تكون حاضره حفل الافتتاح النهارده. كمان من الافلام المهمه جدا واللي بينتظره كتير جدا من عشاق السينما هو الفيلم الانجليزي البرتغالي لسن او استمع، وهو الفيلم اللي شارك برضه في مهرجان فينيسيا وحصل على جائزتي اسد المستقبل وجائزه لجنه التحكيم بمسابقه افق. كمان المهرجان هيعرض السنه دي الفيلم الايطالي حكايات سيئه. الفيلم ده عرض لاول مره في مهرجان برلين السينمائي وحاز على جائزه الدب الفضي كافضل سيناريو. الفيلم بيحكي قصة مأساوية عن رجال ونساء يشاهدون أحلامهم تتساقط أمام أعينهم. وفي إطار القصص الإنسانية أيضا هيتعرض الفيلم الإيطالي مكان عادي. الفيلم بيحكي قصة أب يعيش بمفرده مع ابنته بعد أن هجرته زوجته بعد الولادة مباشرة، وعندما يشعر الأب أن حياته على وشك الفناء أو على وشك الانتهاء يبدأ في البحث عن شخص مثالي ليتبنى طفله. كمان من الافلام المهمه اللي هيعرضها المهرجان في دورته الحاليه هو الفيلم البوسني الى اين تذهبين يا عايده. فيلم بيحكي قصه فتاه بتتعرض بلدتها لاحتلال من الجيش الصربي، بتختبئ عائلتها في احد مخابئ الامم المتحده، تحاول عايده الوصول الى اسرتها لانقاذهم. الفيلم عرض ايضا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الاخيره، وهنال الحقيقه الكثير من الاشادات النقديه. كمان من الافلام الوثائقيه المهمه اللي هيعرضها المهرجان في دورته الحاليه هو فيلم ليل. الفيلم تم تصويره على مدار 3 سنين بين حدود سوريا ولبنان والعراق وكردستان، والفيلم بيستعرض حال بعض سكان الشرق الأوسط. أما في الاختيار الرسمي خارج المسابقة فالحقيقة المهرجان هيعرض العديد من الأفلام الهامة، منها مثلا الفيلم الفرنسي إبراهيم، وكمان الفيلم الياباني أمهات حقيقيات للمخرجة ناومي كواسي، وكمان الفيلم المنتظر جدا الفيلم الجورجي بداية. الحقيقة كل الأفلام اللي ذكرتها ديت هي جزء من عدد كبير من الأفلام المهمة والمتميزة اللي هيعرضها المهرجان في دورته الجديدة. ودلوقتي خلصت نشرتنا من فرايتي المصري اليوم، وانتظرونا في القريب العاجل وأخبار حصرية من داخل مهرجان الجونة.